1989، صرت أحتل طلابية في أواخر 88 جانفي، من نوفمبر ديسمبر جانفي، وتمادات حتى الفيفري. شاركت في الأحداث الطلابية هذيك كيف الطلب الكل، كانت فما اعتصامات واحتجاجات خاصة ضد الممارسات البوليسية اللي الأمن الجامعي واللي بدا يدخل ويعتقل الطلبة في الأقسام نتاعهم. كانت فما اختراقات من الأمن الكبيرة ياسر، وكانوا هبطوا مجموعة أمن الدولة، فرق خاصة أول مرة نشوفهم الحقيقة، بالذمة للتسعة أبريل للجامعة، معناها دخلوا حتى الحرم الجامعي الداخل وين الأقسام، وطاردوا الأخوة. وأنا وقتها الفوق معناها تحاصرت الفوق مع في ليزيتاج، صار هول كبير بالنسبة خاصة للأخوات بداو يسيفوا، فما حتى تهليل وتكبير. في الأخر أنا في الوقت هذاك دخلت ما نعرفش حاسين خرجوني الأخوة بعد ما بعد تعديت هك الأحداث هذيك. عائلة معناها زوجي وقتها قعد هما يدوي فيا، وفي نفس الوقت مخبيني حتى من رجال الأمن على خاطر أصبحوا يطاردوا فيا أني حتى معناها اسمي تحط في القائمة كيما نقولوا القائمة السوداء وقتها. في فيفري جاوا بحذايا زوز صحابي، وراجلي كان راجلي خرج والله إلا نعرف وقتها، هو بنفسه في حالة فرار خرج وخلاني مع زوز أخوات، ولا ما عادش نتفكر خاطر هو بنفسه بعد حقه. مع ليلتها جاو جماعة أمن الدولة وهزوني أني والأخوات هذوكم الزوز، وهزونا وين بوشوشة. أنا نعرفها بالمليح الثكنة نتاع بوشوشة، خاطر المرة هذيك أنا نتذكرها من الداخل كيفنية السرير اللي حطوني فيها بالتفصيل نتفكرها. كي وصلت أني هزوني من الدار بحوايج الدار، حاول كل اللي حقق معايا وقت باش ياخذ مني معلومات ممكن، ولا ما نتذكرش التحقيق موضوع وجملة ما نتفكروش. أما اللي نتفكر واحد من رجال الأخوة اللي عذبوه معاه بحذايا في السلول، معناها هما كانوا يعملوا هكاكا بالعاني، نسمع السياح نتاعو ما نعرفش شنو يعملوا له. وأني واقفة معناها في البيت هذي بتاع التعذيب، فكرها ظلمة معناها مضببة برشا، متكية على الحيط ولا على السيمان ما نعرفش حاصيلو، معناها واقفة باهتة وكا هو ما نجمتش حتى نغزر لك الأخ، نغزر كان الوجه مغسول برشا. وبعد لي أني وأني نتذكر واحد من الناس اللي عذبوا، مش اللي حقق معي، واحد آخر نتذكره طويل برشا نتذكرش وجهه بالكل، ما جاني بعد ما الآخر قالوا توا ما نعرفش عامل فيها اللي تحب، ولا حسيلو اضربني قدامك الاخ هذاك خماري مقطع نحي ديجا، معناها يعني غادي في الفكس اللي ما فماش، مانيش لابسه لا خمار لا حتى جوست كيما نقولوا مغروبه نتاع نوم، ماهيش هي هذيك قطع حالي وكمل قطع لي معناها حوايجي الكل، وشدني من يدي وعلقني في عرش حاجة واغتصبني. صرخت وقالت استروني أرجوكم لا تفضحوني، صرخت وقالت استروني أرجوكم لا تفضحوني، وبكت وهل يجدي بكاء سليبة العرض المصوني، وبكت وهل يجدي بكاء سليبة العرض المصوني. فيها إهانة برشا كبيرة بالنسبة لي وبالنسبة للراجل اللي كان حاضر. نرجع للسلول وين الأخوات، نرجع تعبة برشا، ولينا في البيت غادي نترد نتلوى الوقت هذا حبنا، مانيش
ما كنتش معنى كنت حبلة وقتها في الشهر ما عارش في الشهر الثاني كنا الرابع علاش هكا شمت هذيك الكلها من البوليسية ما هيش فاهم الحقيقة أي همات عديت موش بعد تالي ولو سايبوني سايبوني الفجر قريب الدنيا ظلمة عريانة أكثر من اللي هزوني أني بدأت تجيني حالات نتاع انهيار كبيرة شيء شبه للجنون ولا يصير لي حاولت باش ما حاولتش باش نرجع نقرا رفضت باش نرجع نقرا وقتها ما عادش نجم خاطر ما عادش نتحمل ما عادش نجم حتى نشد كتاب نقرا نقف باش نصلي ما نجمش عايشه هكاكا ضايعه في جبت بعتالي الولاد الاول معناها والثاني نربي فيهم بالسيف نصبح راسي مكسر ويوجع برشا مانيش فاهمه شبيني ولادي عذبتهم بالحق معناها هذه حقيقة هما معناها شيء كي نتفكروا أنا نتأسف رغم أني مريضة نتأسف ياسر كي ساعات نتفكر قديش معناها ظلمت ولادي خاصة حتى راجلي من وقتها راجلي علاقتي به تحددت ولا تحطمت ما عادش نجم فما عادش فما حتى علاقة أصبحت ما بيناتنا كأني نغزر له هو كل جلاد اللي تعدى عليه هو فاهم حاول يصبر برشا ما نجمش وعنده الحق ولا يجيني نوع من الأصل سميته كيف السبات الشتوي معناها نعدي مدة طويلة راقدة تماما ما نقومش من الفرش حار الطب كيفاش يداويوني كنت قبل ما يصير لي هالحادث هذا كنت ناجحة كنت نحضر في روحي باش نعمل تروازي امسيك نحضر في روحي حتى للبحث العلمي معناها كانت عندي طاقة باهية في الخدمة في الانضباط في تحمل المسؤولية ميتة عبارة على إنسانة ميتة معناها قتلوني 22 سنة من فترة بن علي كلها حياتي كاملة تحطمت ولادي ما نتفكرش كيفاش كبروا قدامي وأصبر جيل توا ولا تجيني حالات نتاع اكتئاب كبيرة نحاول باش نقتل روحي حتى لين راجلي ولا يسكر علي بالمفتاح ساعات نتو نفيق الصباح نلقى سكينة تحت المخدة فاش تعمل السكينة ما نعرفش ولا وقتاش جبتها يعني والواه شكون باش نقتل ما نعرفش يعني شكون باش نقتل واحد من ولادي نضربه ياسر ما نعرفش علاش اني ما نعرفش علاش هكا نتصرف مع ولادي راجلي كيف يشوفني كل مره حالتي زادت معناها اصبحت سيئه على الاخر يعاود يهزني للطبيب معناها تعديت على يمكن 6 طب وانا نداوي كل واحد ما كل واحد كيفاش يعالج الحاله والحقيقه حتى معناها حتى العائله صعيب باش حتى عائله راجلي عندهم الحق صعيب باش يقولوا راهي كنتنا تعرضت للاعتقال والاغتصاب وما فيه ما نجمتش ننسى هذا كله حطمني بن علي والزبانية نتاعو هذوك هما اللي حطموني وقتها.